دعما للحركة العلمية والبحثية وتشجيعا للسادة الباحثين الأكاديميين، يسر جامعة الكفيل الإعلان عن مؤتمرها العلمي الثالث المزمع إقامته للمدة من 22 إلى 23 من شهر آذار في إطار الاختصاصات الطبية والعلوم الصرفة والعلوم الهندسية، علما بأن البحوث المشاركة سيتم نشرها في مجلات عالمية ضمن مستوعبات سكوبوس، وسيعقد المؤتمر في أروقة الجامعة، وستتم استضافة الباحثين المشاركين مع توفير مبيت ووسائل نقل من محل الإقامة إلى الجامعة، وتتخلل فعاليات المؤتمر إقامة أنشطة ومعارض علمية وتنظيم رحلة لزيارة مشاريع العتبة العباسية المقدسة، وسيمنح المشاركون شهادة مشاركة وحقيبة مع دوار المؤتمر. لمعرفة التفاصيل الأخرى يمكنكم زيارة صفحة المؤتمر من خلال الرابط أثناءه أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني والدخول إلى صفحة المؤتمر.